خلي بال حضراتكم، شركة أسيوط لتكرير البترول طرف ثالث في البروتوكول، وهي بتمتلك مزرعة عظيمة فيها أمهات من أشجار الجوجوبا بطاقة 20,000 أم شجرة جوجوبا منتخبة ومواصفاتها مذهلة، وبتنتج ثمار غزيرة من 5 ل7 كيلو للشجرة، وفي طفرات بتوصل ل10 و12 كيلو جرام في الشجرة الواحدة، وكل شتلة بتتاخد من أشجارها بتكون مطابقة للأم في مواصفاتها. تعالوا نقابل الدكتور أحمد عمر، ممثل شركة أسيوط لتكرير البترول، واللي هيكشف سر اهتمام الشركة بالتوسع في زراعة الجوجوبا في مصر. خلينا نبدأ في البداية عن استخدامات زيت الجوجوبا. احنا وصلنا لإيه في استخداماتها في قطاع البترول؟ هي بداية سخنة شوية. هي جوجوبا طبعا هو نبات، الميزة فيه ان هو نبات بيتحمل الظروف القاسية، وبيحتوي على نسبة 50% من محتواه الزيت. بيستخدم الجوجوبا اساسا كوقود بايوديزل، وبينصح به في الفترة اللي جاية، لان هو هيحصل فترة من الفترات هيحصل فيه ندوب للبترول، فلازم انك انت تدور على نباتات تستخرج منها بترول نباتي. فالنهاردة يعتبر إذا كان القطن هو الذهب الأبيض والبترول هو الذهب الأسود، فالنهاردة الجوجوبا هو الذهب الأخضر. أسأل حضرتك على مدى جدية العالم في استخدام زيوت الجوجوبا. أكيد إحنا مطلعين على أفكار العالم، وصلت لإيه؟ العالم كله حاليا دلوقتي يعني هي بس أساسا نبات، يعني أولا عمره 150 سنة ومكتشف بقاله سنين، يعني إحنا في مصر تقريبا داخل في اكتر من 25-30 سنة احنا مكتشفينه في مصر، بس هو تطويره وانتشاره لسه يعني مراحل مختلفة فيه، ما انتشرش على مستوى الجمهورية. لكن احنا بنمتاز شركة أسيوط، او بنمتاز تحديدا في أسيوط برضو، ان احنا في عدد من الأفدنة مساحة كبيرة اتزرعت، وانتشاره على مستوى العالم منتشر، وفي ابحاث كتيرة منشورة، وطبعا ده جزء بحثي يعني بعيد عن التطبيقي اللي احنا شغالين فيه، لكن هو منتشر في دول العالم في جوجوبا. لكن احنا المشكلة عندنا ان احنا يعني احنا لا نخترع العجلة، لا مفيش، احنا بناخد زيت وبنحاول نخليه مكون محلي في الصناعة. بالضبط، يعني هو هيفيدنا في ان انت ممكن تخلطه بنسبة 40-60% مع السولر، ده بيوفر لك فيه او بيدي فترة امتداد للسولر، يزيد العمر التخزيني بتاعه، يبقى عندي فترة كبيرة ما يحصلش ندوب. ده الاتجاه العالمي حاليا. شجرة